أهلا وسهلا بكم أصدقاء ومتابعي قناة المجتمع الكنسي. موضوعنا النهاردة وداعا والد جرجس بارومي، توفى اليوم ورحل، وآخر كلمة نطق بيها جرجس. ياريت كلنا قبل ما نسمع الفيديو بتاع النهاردة نشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة للقناة. في خبر محزن، توفى اليوم والد المسجون جرجس بارومي جرجس بعد صراع مع المرض وكان طريح الفراش لمدة سنوات طويلة. كان خلالها بيتمنى أمنية واحدة قبل وفاته، وهو أنه يشوف ابنه جرجس بارومي ضحية الظلم اللي وقع عليه سنة 2009، وقد تم حبسه في قضية أحداث فرشوت بقنا، وقد تم التواصل مع ابن المتوفي أمير اللي هو أخو جرجس. وصرخ أمير وهو بيبكي: أبويا رحل، سابنا ومشى من غير ما يشوف جرجس. أبويا كان نفسه قبل ما يموت يشوف ابنه جرجس، مشي، وآخر كلمة وهو بيموت قال جرجس. صرخات وبكاء داخل منزلهم، ألم ما بين رحيل الأب وألم ما بين غياب الابن جرجس الذي لن يتمكن من وداع أبوه، بل ستكون صدمة لي في محبسه. ولقد فشلت كل المحاولات خلال آخر 3 سنين من إرسال استغاثات للمسؤولين وللداخلية وللرئاسة للإفراج عن جرجس، رغم خروج ملفه مرتين، لكن تم رفضه من الأمن العام. وداعا يا عم بارومي، صبرت وتحملت وعشت مظلوم وابنك مظلوم، ولكن لك مكان أفضل في السماء. ملخص القصة الكاملة لجرجس بارومي ضحية الظلم: هو جرجس بارومي جرجس من قرية الكوم الأحمر، مركز فرشوت، محافظة قنا، اتهم في 11 نوفمبر 2009، اتهم في بلاغ تقدم به محمد عبد الوهاب إسماعيل أحمد إلى قسم فرشوت بالاعتداء على نجلته 12 سنة أثناء عودتها من فرشوت إلى بلدتها مركز أبو تشت، وذلك باعتراضها أثناء قيادته تروسيكل خاص به أمام قرية الكوم الأحمر، وحرر محضر بالوقعة برقم 3257 لسنة 2009 إداري فرشوت. كان جرجس بارومي وقت الاتهام عنده 21 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، كان بيعمل موزع فراخ من أسرة فقيرة من قرية الكوم الأحمر. أنكر ما حدث وأكد أنه كان راكب التروسيكل بتاعه وكان واقف عند المزلقان بتاع القطر بفرشوت، وبعدين لقيت ست معاها بنت صغيرة جايين ناحيته. الست مسكت فيه ولمت عليه الناس، الناس خدوه للمركز. كان هو أول مرة يشوف البنت الصغيرة اللي معاها واللي بيتهموه بالتعدي عليها. لم يتمتع جرجس بارومي بأي محاكمة عادلة، لا سيما أن محاكمته جات بعد مذبحة نجع حمادي اللي ارتكبها حمام الكموني كتصفية حسابات مع نيافة الأنبا كيرولوس أسقف نجع حمادي، حيث أطلق النيران على الأقباط في عشية عيد الميلاد فأسفر عن مقتل 6 أقباط وشرطي. اتحجج وقتها انه بينتقم لشرف الفتاة. علشان كده جات محاكمة جرجس في وسط ارهاب للدفاع، لا سيما بعد مهاجمة وحرق عدد من قرى الاقباط في مركزي فرشوت وابو تشت. ردا على هذه الوقعة، ولم يتمكن الدفاع من القيام بواجبه في الدفاع عن الشاب العاجز جنسيا. أقوال الطفلة جات متناقضة ولا تتفق مع الواقع. الطفلة قالت إن الواقعة تمت على طريق أسفلت عمومي، تمت في 10 صباحا، وطريق أسفلت رايح من فرشوت على أبو تشت وبتعدي عليه عربيات كتيرة. وقال الدفاع: هل يعقل أن يقوم المتهم بإسقاط فتاة دون أي معرفة سابقة ليها وتجردها من ملابسها على طريق عمومي بين مركزين وفي وضح النهار
دون أن يراه أحد رغم أن الطريق يشهد زحام من المرة. وهل يعقل أن المتهم بعد القيام بجريمته حسب أقوال الفتاة يظل منتظر في نفس المكان أمام المزلقان حتى عادت الفتاة لمنزلها وأخبرت أسرتها، وعادت أسرتها للمزلقان بالقرب من موقع الجريمة لتجده منتظرا حتى يتم الإمساك به؟ وأكدت هيئة الدفاع أن أقوال الطفلة تضاربت مع أقوال الأب والأم اللي جات في المحضر، كما اختلفت أقوال الوالدين عما أدلوا به في المحضر. وأكدوا أن تقرير الطب الشرعي أكد أن الفتاة لم تتعرض للاغتصاب، كما أن جرجس بارومي يعاني من انخفاض في هرمونات الذكورة وضعف في القدرة الجنسية بما يمنعه من الأتيان بالفعل المشار إليه. وفي أحداث ثورة يناير 2011 في غيبة من المتابعة والاهتمام وحضور هيئة الدفاع، صدر الحكم على جرجس بارومي في مارس 2011 بالحكم المشدد 15 سنة وغرامة 5001 من محكمة جنايات المنيا في القضية رقم 5601 لسنة 2009 جنايات فرشوت. وعقدت الجلسة وصدر الحكم دون حضور المتهم من محبسه بالسجن المزرعة، واستغرق النطق بالحكم دقائق معدودة. لم يتمكن جرجس بارومي من ممارسة حقه القانوني في النقض والطعن على الحكم نظرا لأحداث ثورة يناير 2011 وانتهاء فترة السماح بالنقض. جرجس بارومي الآن قضى في الحبس 11 سنة، بيعاني من ظروف صحية صعبة، تم تقديم عدد من المذكرات لعدة جهات وللجنة العفو الرئاسي اللي قام بتشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتم الالتماس بالعفو عنه. نظرا لظروف الصحية ومرض والده اللي توفى اليوم وكان أصيب بشلل عقب الحكم على ابنه، وأيضا أمه اللي تقدمت في السن ولغاية دلوقتي ما شافتهوش من ساعة ما اتحكم عليه نظرا لظروفها الصحية. والغريب ان الام نجدت لجنة العفو اللي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونجدت المسؤولين للنظر ليها بعين الرأفة والرحمة والافراج عن ابنها. هي بتأمل ان هي تحضن ابنها قبل ما تفارق الحياة، لا سيما ان ملف جرجس بارومي خرج من ادارة السجن عشان يشوفوا موقفه من الافراج لكنه عاد بالرفض من قبل الامن العام. وكانت الاسرة بتأمل في الافراج عن جرجس طبعا، لان خلاص مفيش دلوقتي اي دواعي امنية نقدر نتكلم عنها، لان الاسرة هجرت القرية بتاعتهم والمحافظة منذ الاحداث اللي حصلت، وموجودة حاليا في احدى محافظات الوجه البحري، وده بيعني انه لا توجد اي دواعي امنية لرفض العفو. الجدير بالذكر ان القضية دي بالذات اخدت بعد سياسي بعد احداث طبعا مذبحة نجا حمادي وسلسلة الاعتداءات اللي تعرض ليها اقباط فرشوت وابو تشت على خلفية هذه الاحداث والمطالبة بمحاكمة الشاب وتعرض اسم شرطة فرشوت للاعتداء بالحجارة، كما تعرضت عدة قرى للأقباط للاعتداء والحرق والنهب، طبعا المنازل والمتاجر بتاعت الأقباط. الكلام ده كان على مدار 5 أيام متتالية في مركز فرشوت وأبو تشت، وبدأ الاعتداء من يوم 19 نوفمبر 2009. اضطرت قوات الشرطة في الوقت ده الاستعانة بتدعيم وتعزيز من قوات أمن أسيوط وسوهاج للسيطرة على حالة الفوضى والاعتداءات اللي وقعت في كرة مختلفة على أقباط على خلفية حادث الطفلة. أخيرا نطلب نياحا لروح عم بارومي والد المسجون جرجس بارومي جرجس. عم بارومي زي ما قلنا اتوفى النهاردة، وكان آخر كلمة نطق بيها اسم ابنه جرجس اللي كان نفسه يشوفه ويحضنه قبل وفاته. عشت يا عم بارومي مظلوم وابنك جرجس مظلوم، لكن ان شاء الله تكون في مكان افضل في السماء وفي احضان القديسين. في انتظار دعمكم للقناة بالضغط على لايك وعلى شير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصل لكم باستمرار الفيديوهات الجديدة للقناة.